عالجتي عند دكتور قلب؟ لا عمل له انا تخطيط قلب، قال انه في بيت يخفض القلب. ما يقولوا لكش نحتاج اكسجين بالبيت؟ لا قالوا لي بس ما غدا. هاتوا اكسجين يا With this war, we saw a lot of cases we did not see before. Most of them, they came from a village where there is no medical care. Some of them, they came with very bad general condition, which may die because they came too much late for treatment. Well, now in these days, yeah, there is a lot of cases of chest infection. It's spread too much. Also, sometimes we have cases of kidney disease. Sometimes we saw rare cases we did not suspect even the diagnosis if we did not investigate and see. We treat as much as we can, and we hope we will be able to complete doing this. من الحالات طبعا الذي أثرت فيني في القسم طفل عمره 3 سنوات اسمه حسان، أمه وأبوه منفصلين طبعا، وهو عايش مع تربيه وعمته. وهذا الطفل عنده كان يمرض دائما، ولما أسعفونه لعدة مستشفيات قالوا إنه ما لهش علاج وفقدوا الأمل. ولما جابته عمته لعندنا كانت فاقدة الأمل وتمشي تبكي تقول إنه بيموت الطفل. ولما دخلونا لهنا قاموا له بالإجراءات اللازمة والفحوصات وكذا. والطفل الآن بصحة تمام والحمد لله، يعني شيء مذهل لحد الآن احنا مش مصدقين.